هي السنة دي هي على دور شرير ودي حاجة نادرة الناس تصوت. إطلالات النجمات تخطف الأضواء في حفل Dear Guest. أقول له مبروك يا حبيبي. في الجزء الثاني من تغطية ETV بالعربي لحفل توزيع جوائز مجلة Dear Guest هنكمل معاكم في لقاءاتنا مع نجوم التمثيل والغنى اللي تم تكريمهم في الليلة دي اللي تألقوا فيها النجمات بإطلالات اتصدرت السوشيال ميديا زي نسرين طافش، روجينا، ميان السيد، رانيا فريد شوقي وأكيد دينا فؤاد اللي خطفت الأضواء بفستان أسود وان شولدر من هاني البحيري بلوك أنيق وكلاسي تداولوه ناس كتير على السوشيال ميديا وحصلت على جائزة عن دورها في مسلسل اللي ملوش كبير وأهدتها الروح الراحل نور الشريف. بشكر Dear Guest من الجوائز الغالية والعزيزة على قلبي، بشكر الجمهور، بشكر النقاد، بشكركم ان انتوا دايما متواجدين وبتدعمونا. وكان طبيعي نشوف محمد فراج بيحصل على جائزة بعد دور الشيخ مؤنس اللي كسر الدنيا في لعبة نيوتن في رمضان اللي فات. مبسوط جدا اني خدت جائزة على شغلي في عمل انا بعتز بيه جدا من اقرب الاعمال لقلبي وهو لعبه نيوتن. اما احمد وفيق ورانيا فريد شوقي فحضروا عشان ياخدوا جوائز عن ادوارهم في مسلسل ولاد ناس، وزي كل سنه طبعا شفنا حنان مطاوع بتحصد الجوائز والمره دي كانت عن دورها في مسلسل القاهره كابل. اقول ان انا مبسوطه جدا ودايما بتفائل بدير جاست وبحبها وبحترمها وبحس انها بتفهم وشيك وبتقدر دايما المجهود المبذول. طبعا سعيد بانه تكريم عن مسلسل لقى نجاح عند الجمهور، او معنى صح الجمهور هو اللي عمل نجاح المسلسل ودعايته، حتى الجمهور هو اللي عمل له الدعايه، فانا بتشرف ان انا قدمت المسلسل وبتشرف النهارده باستلام الجائزه. الحمد لله طبعا سعيده بالجائزه، مسلسل ولاد ناس من الاعمال اللي مهمه جدا في مشواري الفني، سعيدة ان اشتركت فيه. بواضح ان جميلة عوض هتفضل على منصات التكريم في كل الفئات العمرية، فهي كانت افضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسلسل تحت السيطرة من 6 سنين، والمرة دي بتتكرم كافضل ممثلة شابة عن دورها في مسلسل حرب اهلية في رمضان اللي فات. ببقى مبسوطة قوي بالجائزة بتاع Dear Guest بالذات لان هي بتبقى بتصويت الجمهور، وبالذات ان انا السنة دي هي على دور شرير ودي حاجة نادرة الناس تصوت يعني لجائزة كده لواحدة عملت دور شرير، فبجد الحمد لله قوي. وشريف سلامة لحد دلوقتي بيعيش نجاحاته في مسلسل اسود فاتح، فحضر عشان يستلم الجائزة مع زوجته داليا مصطفى. شرف كبير التكريم والتكريم عموما بيعني الكتير لأي فنان، لأنه بيبقى عبارة عن تقدير للمجهود اللي عمله، فأنا سعيد بالتكريم النهاردة من Dear Guest، بقول لهم thank you. أقول له مبروك يا حبيبي ومن نجاح لنجاح يا رب دايما، وانت بحقيقي تستاهل انك تاخد جايزة عن الدور ده لأنه دور فيه تفاصيل كتيرة قوي كممثلين احنا نفهمها. وموسيقيا شفنا رباعي فرقة واما احمد الشامي، محمد نور، احمد فهمي ونادر حمدي متواجدين عشان يستلموا جايزة افضل فرقة غنائية عن اغنية نجمة معدية اللي نزلوها من حوالي شهر. الله يبارك فيكي. اول حاجه مبسوط ان التكريم ده جاي من الجمهور، ودي حاجه بتبسط اي فنان يعني ان الجمهور نفسه هو اللي اختاره يعني، واحنا اختار الحمد لله ان احنا بقى احسن باند. يعني اشكر الناس، اشكر Dear Guest والقائمين على Dear Guest على التكريم ده. الحمد لله يعني عملنا شغل كويس والغنوه كانت حلوه وعجبت الناس، وان شاء الله نفضل متواجدين على طول. اما دينا فكانت حاضره لسبب تاني. انا ما عنديش تكريم النهارده للاسف، بس انا بشارك زمايلي بالحضور فقط.